ومتابعة للتداعيات ما بعد اعتذار الحريري وهذا الجنون في انهيار العمنة، معنا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، يوما بعد يوم يصل اللبنانيون إلى هذا الانهيار الاقتصادي المالي النقدي وحتى الاجتماعي وربما الأمني. بالفعل روبير، هبوط قياسي وتاريخي جديد للليرة اللبنانية اليوم على وقع غدات اعتذار الحريري وعلى وقع اتهامات سياسية بين الطرفين، بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. هذا الاعتذار جاء بعد 9 أشهر من تكليف سعد الحريري وبعد فشل الحريري وعون من التوافق في عبدة بالأمس. هذا الاجتماع المتوتر بين الرجلين الذي انتهى باعتذار الحريري وبقول عون للحريري لا مجال للتوافق بيننا. هذا الأمر أغلق باب 9 أشهر من الانتظار وفتح باب جديد أمام أزمة جديدة في لبنان، حيث يجري حاليا البحث عن اسم بديل أو شخصية بديلة تكلف لتأليف حكومة جديدة. ولكن حتى الساعة وبحسب المعلومات لا اتصالات سياسية بين القوى السياسية، الاتصالات مجمدة بعد هذه المواقف عالية السقف بين الحريري وعون بالأمس. ربما سيكون هناك انتظار لتسوية لاتصالات خارجية لاجتماع ربما بين السياسيين اللبنانيين لاختيار شخصية جديدة، ولكن هذا الأمر صعب. حتى أن خبراء روبار يقولون بأن حتى ولو تم اختيار بديل سيكون تشكيل حكومة أمر صعب، وفرملة هذا الانهيار أمر صعب جدا، الأمر الذي يحتم أن يبقى حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال يصرف الأعمال إلى حين حصول الانتخابات النيابية المقبلة في صيف أو ربيع العام المقبل. على الصعيد الاجتماعي جلنا في الشوارع استياء شعبي كبير مما وصلت إليه الأوضاع. يسجل حاليا ارتفاع كبير في الأسعار في المحال التجارية، في المتاجر، في أسعار بعض السلع الأساسية في البلاد على وقع هذا الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة اللبنانية. وبالتالي يقول خبراء ويحذرون من أن الانفجار الاجتماعي اقترب في لبنان، خصوصا وأن حجم الغضب كبير وحجم العوز أيضا كبير في لبنان بعدما وصلت كل خدمات الدولة ومرافقها الأساسية إلى حد الإفلاس والانهيار التام جراء هذه الأزمة المتعاظمة والمتفاقمة في البلاد. إشارة أخيرة إلى أنه تم تسجيل في النصف ساعة الأخيرة قطع جزئي للطرقات في عدد من شوارع بيروت، منطقة الكولا، منطقة كورنيش المزرعة، حيث نفوذ تيار المستقبل أو حيث يتواجد عدد من مناصري تيار المستقبل وسعد الحريري. وهناك قطع للطرقات في منطقة عكار ومنطقة الشمال اللبناني، تحديدا في منطقة طرابلس شمالي لبنان. وربما نشهد اليوم قطع للطرقات ومزيد من الاحتجاجات بعد اعتذار الحريري. جزء من هذه الاحتجاجات يقوم بها مناصرو الحريري، وجزء آخر من هذه الاحتجاجات وقطع الطرقات يقوم بها مواطنون لبنانيون يعترضون على الوضع بشكل عام ويعترضون على أداء كل الطبقة السياسية بعدما وصلت الأوضاع إلى مزيد من التفاقم في الساعات الماضية. مراسلنا سلمان العنداري مباشرة من بيروت.